سجد، إحدى قرى قضاء الرملة التي هجرت خلال النكبة. تقع القرية على ارتفاع 150 متراً عن سطح البحر، وتبعد عن الرملة 16 كيلومتراً نحو الجنوب. بني فيها محطة لقطار سكة الحجاز، وكانت إحدى الطرق الفرعية التي تصل غزة بالطريق العام الممتد بين الرملة والقدس. صنفت أراضيها الممتدة على 3000 دونم كمشاع تملكها الدولة العثمانية، ويستفيد أهاليها جميعاً من زراعتها. بلغ عدد سكانها عام 1922 220 نسمة، تضاعف عددهم قبيل النكبة. في ثلاثينيات القرن الماضي حاولت حكومة الانتداب البريطانية سحب الأراضي من يد المزارعين، ولكنها فشلت في ذلك. وفي الأول من حزيران العام 1948 شن لواء جفعاتي هجوماً كبيراً لتدمير القرى الواقعة جنوب الرملة، حيث دمرت مجموعة قرى من بينها سجد. يقدر عدد لاجئيها اليوم 3000، معظمهم يسكنون الخليل. أما بقايا قريتهم اليوم تعد منطقة عسكرية مغلقة.